السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة. واحدة من الأخوات الله يجزاها خير بتقول احكي لنا عن لا حول ولا قوة إلا بالله. ببساطة ببساطة العملية سهلة جدا، لا بتقدري تقومي ولا تروحي ولا تيجي ولا عين ترمش ولا كلية تشتغل ولا لسان يتكلم ولا نفس يتنفس ولا 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 شيء من اللي الله منعم علينا فيها إلا بحول الله وقوته. بس لازم نستشعر هذا الشيء. حتى التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة والأعمال الخير كلها ما حنقدر نعملها إلا بحول من الله وقوته. في أنا كنت معلمة خياطة زمان، كنت عندي نشاط ديني إني أعمل ندوات دينية، فعملت فوائد الذكر وألقيتها على طالباتنا. الله ينفع فينا يا رب دائما وأبدا. من فوائد الذكر اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنواع الذكر كتير كتير، الله يا رب يقدرنا يا رب. منها كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأذكر إنه قرأت إنه ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يكون له عرش فبنى عرشه سبحانه لا إله إلا هو، وقال للملائكة احملوا العرش. جاء وطبعا ربنا سبحانه وتعالى خالق ملائكة خصوصي لحمل العرش، حملت العرش، فحملت العرش أجوا يحملوا ما قدروا. يا رب مش قادرين نحمل عرشك. قال لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوها حملوا العرش. إذن هل هم حملت العرش هم اللي حاملين العرش؟ لا، الله حملوا بقوة الله وحوله. فإحنا يا رب نستشعر هالمعلومة هاي، وإن نعمل أي شيء أي شيء. لو بدي أحمل قلم أو أي شيء بحول الله وقوته، لو إحنا بنستشعر هالإشيات بنصير نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كمان بأذكر حادثة عن أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل جاء من الصحابة يا رسول الله، ابنه تأخر، كان في غزوة عند الروم ورجع الجيش وابنه ما اجى، فراح يقول يا رسول الله ابني، فقال له أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله في ليلك هذا. فجلس هو رجع لزوجته قالها هيك هيك الرسول قالنا، قالت يلا تعال، وقعدوا طول الليل يكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الفجريات أو بعد يومين ثلاثة، طبعا مش متذكر القصة كما يجب، طرق عليهم ابنهم الباب ودخل عليهم. لا ومش بس هيك، وكان جايب معاه قطيع من الغنم أو الإبل، فقالهم يعني كنت، قالوا له إيش صار معك، شو خبرنا. أنا بحكي لكم إياها كقصة بس هي موجودة في كتب الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. سبحان الله، قالهم كنت مصفد يعني مسكوني أسير وصفدوني، ففي ليلة من الليالي ما بشوف إلا الأصفاد هاي انقطعت وقمت، وكانوا في الليل نايمين، تسللت وأخذت الإبل تبعونهم كمان والغنم أو الغنم. كنت في طريقي وأنا شارد، شفتهم تاركين الإبل ما فيش، أخذت الإبل وجيت والله نجاني. مين اللي نجا؟ مين اللي رجعه لأهله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا ربنا سبحانه وتعالى.
فمن توكل على الله فهو حسبه. هنا فيها توكل على الله، خلاص سمعوا كلام الرسول، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله، أخذوها كلام مسلم فيه، ابنهم حيرجع حيرجع ورجع بإذن الله تعالى. طبعا سبحان الله، في ناس بيحبوا يختصروا وسرعة في حياتهم بكل شيء، وجايين يختصروا لي لا حول، لا ما بيقولوا لا حول، لا حول ولا قوة، لا بقولوش ولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بقولوش إلا بالله، بقول لا حول ولا لا حول لله، هيك بيختصروها لدرجة إنهم بيوقعوا بمشكلة كبيرة، تنفي عن الله الحول وهي مش منتبهة. لا حول لله، لا يا ماما بدك تختصريها بتقولي لا حول إلا لله، لازم كلمة إلا فيها، لا حول إلا لله، أو يا حول، لا فيش فيها أو، لا حول ولا قوة إلا، في إلا هنا، فلازم تقولي لا حول ولا قوة إلا بالله، ركزي على إلا، حتى لو بدك تختصريها وتقولي لا حول إلا لله معلش، أما تقولي لا حول لله وكتير كتير أنبههم، أنت بتش أنت إيش بتعملي؟ أنت إيش بتقولي؟ أنت بدل ما تجيبيها صح وتستفيدي منها وتكون في ميزان حسناتك صارت في ميزان سيئاتك، اختصاراتكو هاي اللي مش عارفة من وين بتجيبوها، ون مش قادرين تقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، مش قادرين تقولوا لا حول إلا لله، كلمة إلا لازم ضرورية، انتبهولها انتبهولها كتير. فيعني ما بعرف، الله يرحمنا برحمته، تنتبهوا تنتبهوا، فهي كنز من كنوز، ولا تستطيعي أن تقومي بأي عمل إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله. وخذوها في حياتكم، يعني إذا كنت إذا جاكي شغل كتير أو وراكي أعمال كتيرة أو جاب لك زوجك مثلا عشر ضمم ملوخية أو أي عمل حقا، يعني أي عمل صغير أو كبير، وشفتي حالك حاجة كبيرة لا حول ولا قوة، شو بده يخلص وإيش بده يساعدني أعمل هالأعمال هاي كلياتها، أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنت بتشتغلي بتحسي إنها خلصت سبحان الله وتيسرت أمورك فيها حقا. فتيجي تشتغلي في المطبخ، تشتغلي في أي مكان، بدك تنظيف بيت وإلى آخره، ما عندكيش حد يساعدك، أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدك تنجزي أي عمل، أكثري من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد ما عملت هذا الدرس أنا سبحان الله نقلت لمدرسة تانية، وكان بدي لازم مكتب إلي، وقالوا لي في مكتب في الدور الثالث إن شاء الله بننزل لك إياه، وأنا مش لاقي مكان أقعد فيه. طيب تعالوا نزلوا معي، ما حدش لا الرجال بعدين بنزلوا لك إياه. تاني يوم جيت ما لقيتش حدا منزل المكتب إلي، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، رحت بفضل الله نزلته من الدور الثالث إلى الدور الثاني وسحبته وجبته. ليش ما قلتي لنا تعالوا ساعدين؟ قلت لكم قبل هيك، بس كل واحد سبحان الله مشغول، أو يعني كيف أحمل، أو اللي عندها ظهرها بجحة وإلى آخره، ولما نطلع من المدرسة بينسوا إنهم يقولوا للرجال نزلوا لنا هالمكتب في غرفة المعلمات. بفضل الله بفضل الله بفضل الله أنا قلت لا حول ولا قوة إلا يلا يا بنت، زيح زيح زيح، عملت تحايلت في الموضوع، شيل حط نزل شوي 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 شوي، سبحان الله نقلت المكتب من الدور الثالث إلى الدور الثاني بفضل الله، بلا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا انتبهوا ما تحملوا أي حاجة هيك عباطة من غير ما يكون عندك طريقة الحمل الصحيحة، مش تروحي تأذي نفسك وتقولي لا حول ولا قوة إلا بالله. في أساسيات، وانت بتشيلي شغلة صعبة قوية أي شيء مضطرة، يعني مضطرة مش بس هيك، لا ما تاخدوش الأمور عباطة،
رجاء بدك تشيلي شغلة كبيرة، تزيحي حاجة قوية كبيرة عليكي، مش لاقي حد يساعدك، اوكي بس انتبهي ظهرك يكون جالس زي ما بقوله، وانتبهي لظهرك ومن اسفل الظهر ما يكونش منحني، وبعدين قولي لا حول ولا قوة الا بالله، وزيحي بطريقة صحيحة او شيلي بطريقة صحيحة. فتنتبهوا انه الانسان يأخذ بالاسباب مع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ومع الاذكار عموما. الواحد مرات بيقول بدي اجيب 1000 تسبيحة 1000 تهليلة 1000 تكبير، يعني بكون حاطط في باله بده يعمل حاجات، وبعدين الكسل بحيفه والعجز بيخليه ما يعملش اي شيء، والشيطان بيهبط العزيمة. طب كيف انا اعمل اللي بدي اياه؟ بقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اكثروا منها في كل وقت، في كل وقت اي حاجة بدك تعمليها ونويتي تعمليها، اكثري من لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وان شاء الله هعمل كذا، وان شاء الله هسوي كذا. اذكار بتسهل علينا حياتنا لاخر درجة، واحنا للأسف ما بنعمل فيها. فالحين انا بدي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدي اقول لا حول ولا قوة الا بالله، واقوم اطبخ ولحق الطبيخ ونعمل اكل لهذا الزوج، الله يسعده ويهدي باله يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا جميعا جميعا، وان شاء الله تستفيدوا من لا حول ولا قوة الا بالله في حياتكم كلياتها، حتى الصلاة. والله لا تستطيعي ان تقومي الى الصلاة الا بحول من الله وقوة، وهذا يعني تبسيط لقول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في كل شيء، في كل شيء. ما بتقدري تعملي أي شيء إلا باستعانة من الله، فاستعينوا بالله في كل أمر من أمور حياتكم بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. انتبهوا، لا إلا بالله. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.